يقول: ما هي علامات البلوغ للفتى؟ وهل لو نبت الشعر حول الذكر يكون قد بلغ؟ علامات البلوغ بالنسبة للفتى ثلاثة أمور. الأمر الأول الإنزال، إذا حصل منه إنزال واحتلام قد بلغ. الأمر الثاني الإنبات، إذا أنبت شعر الخشن حول القبل حصل البلوغ. الأمر الثالث إذا لم يحصل إنزال ولم يحصل إنبات، إذا بلغ 15 سنة فإنه يبلغ بذلك. نعم.